علينا من الرحمن سور مدور وسور من الجبار ليس يصور وسور من السبع المثاني وراءنا ويا حي يا قيوم والله أكبر وهذا ضمان الله رحنا لحرزه أمان لنا مما نخاف ونحذر إذا كنت وحدي سائرا في مضلة وحولي من الأعداء ما ليس يحصر فإن إله العرش أكله حافظا وحسبي به إن كان حفظي ينكر ترى الشيء مما يتقى فتخاف ولا ترى مما يقي الله أكثر أمام وخلف المرء من لطف ربه كوالئ تنفي عنه ما كان علينا من الرحمن سور مدور وسور من الجبار ليس يصور وسور من السبع المثاني وراءنا ويا حي يا قيوم والله أكبر وهذا ضمان الله رحنا لحرزه أمان لنا مما نخاف ونحذر إذا كنت وحدي سائرا في مضلة وحولي من الأعداء ما ليس يحصر فإن إله العرش أكله حافظا وحسبي به إن كان حفظي ينكر ترى الشيء مما يتقى فتخاف ولا ترى مما يقي الله أكثر أمام وخلف المرء من لطف ربه كوالئ تنفي عنه ما كان علينا من الرحمن سور مدور وسور من الجبار ليس يصور وسور من السبع علينا من الرحمن سور مدور وسور من الجبار ليس يصور وسور من السبع المثاني وراءنا ويا حي يا قيوم والله أكبر وهذا ضمان الله رحنا لحرزه أمان لنا مما نخاف ونحذر إذا كنت وحدي سائرا في مضلة وحولي من الأعداء ما ليس يحصر فإن إله العرش أكله حافظا وحسبي به إن كان حفظي ينكر ترى الشيء مما يتقى فتخاف.